جايين نقضي يومين عند اخويا كده عشان عيد ميلاد ابنه. هنقضي يومين حلوين، هنعملوا حاجات حلوة مع بعض، هنهزروا ونضحكوا ونعملوا اكل ونعملوا حلويات. يا رب كده تبقوا متابعيني وان شاء الله كده الفيديوهات تعجبكم. هنقعدوا يومين مع بعض، دي كده البيت بتاع بابا الله يرحمه، اخواتي قاعدين فيه. يا رب كده الفيديو يعجبكم. هصور مرة. الصوت بيطلع؟ طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دندوشة الفرفوشة. بيتي ده يا جماعة، عندنا حفلة عيد ميلاد فارس وميسة وأنا أمهم. ها؟ بعد ما فطرنا دندش هنعملوا ايه بقى؟ هندخلوا بقى نعملوا حاجات العيد ميلاد بقى، ربنا معانا ويقوينا. يا رب، ربنا المستعان. هنتفرم اهو. ايوه ادعوا لنا بقى عشان ورانا شغل كتير قوي. اه هنبتدوا بقى اول حاجه كده ان شاء الله بالبيتزا. ان شاء الله نشتغلوا بقى في عجينه البيتزا بقى، وربنا يسهل. البيتزا والباتيه. والباتيه ان شاء الله. يلا بينا. ربنا يقوينا يا رب. ده كده الجي بتاع عجينه البيتزا، وهنعمله كمان عجينه الباتيه بنفس العجينه. كملوا بقى الدقيق بتاعنا. اه هنزوده شويه دقيق كمان. يلا بينا. ماشي. الخميره اللي هتتحط على العجينه صح؟ دي اهو اشتغل بقى نكمل. هنحطه كمان كيس بيكنج باودر مع الخميره اهو كده. قلبناهم كلهم مع بعض، البيكنج باودر والملح، وحطينا بقى ايه الخميره مع السكر، وهندوبوها بقى فيها كده ونعملوا العجينه بتاعتنا. هي هي العجينه هنعملوها، هي هي البيتزا بتاعت عجينه البيتزا وعجينه الباتيه. نحط بقى الزيت كمان اهو. يا بنتي اسمها كمان ما اسمهاش كمان. اسمها ايه بتقولي بقى حضرتك؟ اسمها كمان. ايه كمانك دي؟ اسمها كمان بتعيب عليا كده. حطينا الزيت وهي زولتني وقالت لي اسمها ايه؟ كمان. كمان مش كمانك؟ كمانك. اه كمانك. مش عاجبها كلام الاستاذه، شفتوا؟ ماشي يا دندش. هحطه كمان خل كده اهو. ادعوا لنا الحاجه تطلع حلوه. شفتي؟ ده انت مشكله. بقالها ساعة بتدوب في الخميرة متلجاها، ولا ساعة عمالة تدوب لنا فيها. مش تطلعها اي خميرة يا ماما، تطلعها لنا من بدري. انتوا متعودين على البواكي دي. ماشي ماشي. ايه ده؟ خلصوا على حالنا. بصوا حالكم، تعودتوا على السريع. خلاص هنحط الخميرة اخيرا. الخميرة دي ما شاء الله. اخيرا الحمد لله. نعجنه بقى خلاص. يلا توكلي على الله. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا ميه تاني. فارس مستعجل، عايز الحاجه تخلص دلوقتي قبل كمان شويه. لا مش عيد ميلاده الراجل، عايز يعمل عيد ميلاده برضه. زودي لي بقى ميه. يلا كوبايه دي. هنكملوا بقى العجنه وبعدين نرجعوا تاني. خلاص كده عملنا العجينه اهو، بقى نحطها في حته دافيه وبعد كده نكملوها بقى لما تخمر. نعملوا بقى صلصه البيتزا بقى. نحط بقى الثومه بتاعتها الاول. نحط الصلصه بقى كانت محطوطه في الفريزر دي لسه بقى مجمده، حطها تبقى بقى الخوخ مع ايه. هحط بقى التوابل بتاعه الصلصه. حط بس معلقه سكر الاول كده للصلصه تديها طعم حلو، وبرضك ايه عشان الحموضه. سكر يا سكر. دندش هتبطل تعليقات من الملح. فلفل اسمر. انا غلبانه. ايوه ايوه غلبانه صح. حط بقى معلقة شطة صنطات عشان الأولاد. اهي مش هنكتر شطة، بس هنحط رشة ملح يا فلفل أسمر صنطاطة تاني.
بس كده تديها طعم. حطيتي الملح؟ حطيت الملح وسكر وكل اهو. قلبوها بقى ونسيبوها شويه تتقل، وبعدين ايه نشوفوا هنكملوا بقيه الحاجه بتاعتنا بقى. هنا بتاعتنا ايه ما شاء الله خمرت اهي، نشتغلوا بقى فيها. خميره الحلوه خميرة البواكي بردك ها ماشي. هي مصرة ان الخميرة الفورية مش حلوة، هي البيرة احلى بالنسبة للخميرة البيرة. ماشي يلا بينا نكملوا بقى. بسم الله ما شاء الله دندش قامت بالواجب اهي، عملت لنا العجينة ايه وهتقفل بقى وتشتغل. نعم. نعملوا بقى جزء البيتزا وحلاشي للباتيه. لا الاتنين مع بعض. مشتغلين مع بعض. شوفي انت عايزه تحطي بقى شويه زيت اهو. ايه؟ اشتغلوا البيتزا الاول. ماليش. سعيده بقى ونتفرجوا على الشكل النهائي بقى بعد ما نخلصوا الصواني ان شاء الله، ولا واحنا بنحط بقيه الحاجه ان شاء الله. نعم. نشبت المتواضعه دي. وفي واحده ثانيه اهي اهي فوق اهي. لا دي بتاعت حماتي. بص بقى بتاعت ماما اهي. وديت بتاعت ايه؟ جايبها منين دي؟ بتاعت ايه دي؟ امي مديهالي. وانا لسه هشتري واكلف نفسي. انا عارفه يا اختي. حلوه هي شغاله وخلاص. مش بتفرد ولا ما بتفردش؟ بتفرد وجميل. بس كده. سعيدة بقى كفاية كده. بتعملي ايه يا داليا؟ بعمل يا اختي مني بيتزا. اعمل ايه يعني؟ اللي انت بتعمليه بالفنجال ده. بقور. يلا وريني الناحية ديت. اهي علمتني الطريقة اهي. عشان ترمع نفس الشكل نفس الحجم. لسه هنشتري ادوات ما الفناجيل مالها زي نفس الحجم. يلا ديني لنا الصينية كده. يجي نضيفه ما تخافوش. امال ايه يعني؟ اهي. بس نعمله كله نفس الحاجه. ده كده القسم الثاني اهو كده بقى الحشو كده. يلا بينا. حطي الجبنه دلوقتي. شطور. كمل يلا كمل. خلاص كده خلاص. يلا خلينا الصواني كلها. الله ينور. طلعت صينيه اهو بس لسه ما اتحمرش وشها. نشوف الصينيه شكلها ايه. اوعي دوت. الله اكبر عليا وعلى الميني بيتزا بتاعتي. شاطره يا بنت شاطره. الله اكبر يا اختي. والباتيه اهو شغالين فيه. هنشتغلوا في الباتيه اهو برده. يلا ربنا ييسر الحال. والله عيد ميلاد. حط الباتيه اهو زيتون والفلفل وهنحط جبنه بس. تبقى الجبنه كمان. قفلناها بقى ونبتدي ايه اقطعها كده ايه كده. قفلوه كده اهو. بدل ايه يعني شكل تاني ونظام تاني. حطي بعدين يدونوا بقى بالايه حبه اللبن وحبه البقر. بصوا كده اهو هنعملوها برده بالطريقه دي اهي. هاخدوها كده زي بقى بتاعت المحلات الباتيه بتاعها كده اهو. نحطوا حته جبنه وفلفل برده ونقفلها بقى الطريقه دي كده. نحط بقى عليها لبن يدعم باللبن ونحط عليها حبة البقر كده. اول حاجة اهو خلصنا منها كمية اهي. عقبال الباقي بقى لما نخلص بقية الحاجة. تعمل ايه؟ تعمل ايه يا حاج؟ بعمل باتيه. بتعملي باتيه؟ شاطرة يا اما شاطرة. ايه رأيك فيه؟ الله ينور. تسلم ايديا. مش انا اللي عاملاه يعني. اكيد انا اكتر مش يعني. انا اللي شغالة معاكي يعني وطالع عيني فيه. ماشي ايه يعني؟ ايه شمال هأكلك في الاخر. شفتوا؟ شفتوا اخرتها؟ تأكلني بعد ما توجع قلبي تقولي انا هأكلك في الاخر. مش هتدوقي.
ماشي ده ايه ده واكله وبحلقها دندش دي عسل. شكرا. بس ايه رايكم في شكل الباتيه بتاعنا؟ اكيد حلو عشان انا اللي عاملاه برضه. ماشي يا معلمه. اسكتي من ساعه ما اكلت وانا مصدعه خالص. ايه هتنامي خلاص؟ مش عارفه. اتغدي. شكلي مش هكمل باقي الحلويات. غدتنا وخلاص بقى عايزين ننام ومش عايزين نكملوا حاجه ثانيه. يلا ربنا يقوينا على الباقي. يا رب. ايه دلوقتي ده؟ نحط سكر على اللبن عشان الكسر. طب يكسر ليه بقى؟ عشان الجلاش. جلاش. هي لسه فيها جلاش؟ الدنيا حلوه. الدنيا جميله. يلا بينا على الجلاش. انا منور على المقص. على مهلك يا ام، انتوا مستعجلين؟ لا. طيب اه كله مستعجلين بس يا عم الحاج انت. جبنا المقص. جبنا المقص. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مشكله اللي يقع على الارض ما يتحسبش. مش هتعمليه بال ما تحطش عليه حاجات تانية؟ لا. كسر بس. صوري. يا حبيبي. يلا يا حبيبي مش حاطه باكو تاني؟ اه كسر ده بتاع ماي واي خلي بالك. الله ينور المعلم. جبنا مضرب السلك وقلبنا. كسره. لغايه ما ايه؟ يدوب الاول. اوكي 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 سهلة طريقة الكاستر مش محتاجة حاجة. لا مش محتاجة حقوق. خلصوا الكاستر بقى ونكملوا الجلاش بتاعنا. شوفوا شكل الجلاش يا معلمة. تقيل قوي صح؟ هو ما يبرد صح هيتقل. زودي له شوية لبن كده. ماشي استنى. مستنيين. خليك واقفة. هنشوف الجلاش بتاع البندوشة. بسم الله الرحمن الرحيم. لبن اهو زي الفل. يا كسترك يا دندس. لا والله يا طبخك. طبخك اتقدم يا حورية. انا وراك والزمن طويل لغاية ما تفك. انا يا انت. هتتخمني هزودك. هنشوف اخرتها مع دندش في الكاستر بتاعها ده. دوخنا. على مهلك. استعبط. مبناش كاستر يستعبط على حريمه. عادي اللبن بيتقلى بعد كده. عادي احنا لسه ماسحينه مرتين نمسحوه عادي مش مشكله كل شويه. مضرب السلك هيبوظ مش مشكله. كل حاجه بايظه عندنا. يا حول الله يا رب. اكسفنا قدام الجمهور. لا لا مش هيكسفك هيفك ان شاء الله. اهو شفتي مضرب بو. يا لهوي. بيترك كيفك يا اهلي اركب. بيترك. ما بص انت مش هتغلبني يا. بسم الله. يا ولا اهدى. مش هيترك. خلاص. شربة مال. هو حلو كده هيتاكل. لا حلو الله ينور. ما كده خف شوية. حلو كده. كملوا بقى نجيبوا الجلاش ونشتغل. لسه بقى هنشتغل. يلا بينا الشغل. كده الجلاش اهو شغالين فيه الله ينور. ايدي العاملة. ربنا يقويهم ويعينهم. مروة بصي مكتحة وهي بتعمل. مكتسحة ال عندها سليل في ايدها. مكتسحه ولا مكتسحه؟ مكتسحه. انت مصيبه. ما احمدوش ربنا. ما بيعجبوش والله فعلا. اهو الجلاش بيتكسر اتلف اهو كله. بعد ما عملنا الكسر لفينا الجلاش بقى بالسمنه وكده. اشتغل بقى في الكب كيك اهو. عامل البيت بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله بقى بالفانيليا وبالشوكولاته. الفانيليا بتاعته. فانيليا. واضرب بقى البيض بقى. نجيب بقى السكر بتاع الكبكيك. واضرب تاني. يا
حط نقطه خل بقى كمان كده. ضربنا البيض والسكر. تدي بقى دي في الجي والبيكنج باودر وذره ملح صغيره. هنحط بقى دي كده. كب كيك اهو عملنا شويه شوكليت شيبس والباقي اتزوق بالكريم شانتيه بقى. كب كيك اهو طلع. طبعا اللي فيه الشوكولاته كله اتاخد اتاكل. هما دول اللي قعدوا معانا. حط كب كيك الشوكولاته اهو كمانك. عملنا الفانيليا تاني كمانك دي كمانك بقى وسكوتش. هي كمانك دي احلى حاجه. طيب اهي استاذه دندش حاسه الدنيا بكيك الكب كيك الشوكولاته. والله جميل وهيطلع تعب زيك. ايوه كده. انت اللي عاملاه هيطلع ايه؟ لازم يطلع شبهي بالظبط. الله ينور عليك. الكب كيك بقى احنا عمالين نزوقه فيه اهو. وعملنا ايموشن ايموشن لسالي. هي اللي طلبت المنظر الحلو ده الاشكال دي كده اهو. شغالين فيهم اهو حلو. يلا بينا على الباقي. ما شاء الله على المواعين يا ندى. ندى بتساعدنا بقى في غسيل الصواني كلها اهي. شطوره مش عايزه تتكلم. مكسوفه من الفيديو مش عايزه تتكلم. ليها تاني. سمعيهم سمعيهم. هتتفحت يا عيني. جايبه البت تتفحت معايا. ماشي يا دندش عشان خاطر فارس بس وماشي.